مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف. زي ما تعودنا على شاشة قناة النادي الأهلي والمحترف وبداية المحترف، تغطية كاملة لليورو 2020. خلاص دخلنا على دور الثمانية اللي انتهى، وبنستعد بشكل كبير جدا لبكرة وبعده لمباريات نصف النهائي. الحقيقة يمكن شفنا أربع مباريات قوية جدا جدا في دور الثمانية. بداية يمكن من المفاجأة، يمكن كانت هتبقى مفاجأة كبيرة جدا جدا، منتخب سويسرا اللي اتعامل أو اتعادل في الوقت الأصلي للمباراة مع أسبانيا 1-1، لكن قدرت أسبانيا في ضربات الجزاء تفوز بصعوبة 3-1 على سويسرا. ويمكن كان كمان إيطاليا مع النمسا، حضراتكم عارفين المنتخب الإيطالي بيظهر بصورة أكتر من رائعة مع مانشيني، لكن كمان في دور الثمانية كان في صعوبة شوية أمام المنتخب النمساوي، ولكن قدر المنتخب الإيطالي يفوز 2-1. فوز صعب جدا للدنمارك بنفس النتيجة 2-1 على التشيك. التشيك اللي كان بيقدم مباريات كبيرة جدا في اليورو وكان من مفاجآت اليورو، لكن خسر من الدنمارك، الحصان الأسود لليورو لغاية دلوقتي. الدنمارك بتقدم عروض أكتر من رائعة. المباراة طبعا يمكن كانت أسهل مباراة من حيث النتيجة والأداء، كانت مباراة إنجلترا اللي نجحت بشكل كبير جدا في الفوز بنتيجة كبيرة 4-0 على منتخب أوكرانيا. زي ما بقول لحضراتكم يمكن عندنا كمان ماتشين بداية من بكرة وبعده، مباريات نصف النهائي هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن يمكن دور الثمانية ومفاجآته، وكمان دور قبل النهائي اللي هيبدأ بكرة مع طبعا مباراة كبيرة ما بين المنتخب الإيطالي ومنتخب أسبانيا. خلينا الحقيقة برضو زي ما متعودين هنا في المحترف ان احنا يعني بعد كل جولة كده او بعد كل مجموعة من المباريات بنقف على نقط بنرصدها مع حضراتكم، والعالم كله بيرصدها من حيث طبعا المفاجآت الكبيرة اللي بتحصل، من حيث كمان النتائج اللي بتحصل. خلينا نتكلم على اول نقطة بالنسبة لنا النهاردة هنتكلم عليها، هنتكلم على المنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي يمكن حقيقة يعني بيقدم زي ما بقول لحضراتكم أداء أكتر من رائع، لكن كان في يمكن قلق شوية خاصة من مورينيو وفي إيطاليا. رغم الفوز الكبير ووصول إيطاليا إلى طبعا الدور قبل النهائي، لكن سبينزا طبعا ده لعيب روما اللي كان طبعا أصيب في المباراة الأخيرة بقطع في وتر أكيليس، وكل الناس اتكلمت وخاصة حضراتكم عارفين مورينيو هو طبعا المدير الفني الجديد لنادي روما الإيطالي، كان طبعا في قلق شديد جدا جدا وخوف على هذا اللاعب، خاصة ان الإصابة يعني كانت إصابة كبيرة جدا بقطع في وتر أكيليس، وطبعا هيغيب لفترة كبيرة جدا جدا. النقطة الثانية يعني هنتكلم طبعا ده اللاعب الإيطالي الشهير، ويمكن زي ما أقول لحضراتكم لاعب يمكن زي ما حضراتكم شايفين إصابة كانت صعبة جدا جدا في وقت صعب، رغم طبعا تألقه مع المنتخب الإيطالي بشكل كبير في الجهة اليسرى، وزي ما بقول لحضراتكم كان في قلق كبير جدا من كل مشجعي إيطاليا على هذا اللاعب، وكمان مورينيو المدير الفني القادم لنادي روما، وخروج هذا اللاعب بإصابة كبيرة جدا جدا يمكن هتحرمه من المشاركة في اليورو كمان فترات كبيرة من الشهور القادمة. عايزين نتكلم على باتريك تشيك المهاجم التشيكي، يمكن اللي قدر يحرز هدف وتساوى مع هداف البطولة لغاية دلوقتي رونالدو. باتريك تشيك بيقدم مباريات كبيرة جدا جدا، لعيب طبعا لاعب ليفركوزن الألماني، بيقدم مباريات كبيرة جدا وقدر يوصل للهدف رقم 5، وبكده بيعادل الرقم لغاية دلوقتي هداف البطولة هو كريستيانو رونالدو، والاثنين طبعا خرجوا من البطولة. لكن كمان عايزين نتكلم على نقطة مهمة جدا في الحقيقة، كمان يعني منتخب الدنمارك حضراتكم عارفين يمكن كان بيلاقي صعوبة في بداية البطولة مع إصابة طبعا كريستيان إريكسن وخروجه من المباراة بشكل كلنا عارفينه، ولكن منتخب الدنمارك هل هيحقق معجزة 92؟ ده طبعا قدام حضراتكم صورة جيل 92 اللي يمكن حضراتكم تفتكروا سنة 92 بعد طبعا إحلال الاتحاد السوفيتي، وكان الدنمارك مش مؤهل للبطولة، لكن دخل للبطولة يعني بعد طبعا خروج الاتحاد السوفيتي وقدر
يكسب هذه البطولة بطولة تاريخية. أداء الدنمارك في هذه البطولة أيضا من يعني زي ما بقول لحضراتكم الحصان الأسود. هل يقدر منتخب الدنمارك يقدر يحقق المعجزة ويعيد أمجاد 92؟ لكن أعتقد الأمور هتبقى صعبة جدا جدا، وخاصة هيصطدم بالعملاق الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي اللي يمكن هيخش طبعا مباراة قبل النهائي. ديشامب طبعا المدير الفني للمنتخب الفرنسي بعد الخروج المبكر جدا جدا لأحد المنتخبات يعني بطل العالم وأحد المنتخبات اللي كانت مرشحة بقوة للحصول على هذه البطولة، ديشامب ومستقبل غامض الحقيقة. يمكن الأسبوع ده هيكون في لقاء ما بين رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوجارت وديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، هنعرف يعني هيبقى مستقبل ايه ديشامب مع المنتخب الفرنسي. الوضع لسه غامض، مصير المدرب لسه ما تحددش، وزي ما بقول لحضراتكم يمكن هو المنتخب الفرنسي كان المرشح الاول والاقوى للفوز في هذه البطوله، لكن ودع طبعا البطوله مبكرا. كمان في نقطه مهمه جدا، وكنا بنتكلم نقطه ايجابيه جدا جدا، بنتكلم على التحكيم او بنتكلم على اداره الحكام للمباريات الكبيره، وكل مباريات اليورو كلها مباريات كبيره. الحقيقه الظاهره اللافته للنظر في البطوله ديت ان الحكام والاشادات الكبيره جدا جدا ليهم في الماتشات الكبيره اللي بتتلعب في اليورو 2020 قدموا طبعا يعني مستوى اكتر من رائع، مستوى اكتر من رائع، اذا كان حتى حكام الساحه او لو كان كمان على حكام الفار. واحنا كنا يمكن كمان الفار كنا بنتكلم عليه يعني كان في بعض السلبيات، لكن اعتقد اليورو 2020 بتقدم صوره رائعه للتحكيم يعني المثالي، وكمان عن طريق حكام الفار اللي بيقدموا طبعا كمان يعني اداء اكتر من رائع في يورو 2020. زي ما بقول لحضراتكم هي بطوله كبيره، بطوله مميزة جدا جدا، كل العالم بتتكلم على اليورو 2020. تعالوا مع حضراتكم نشوف أخبار الصحف والعناوين الصحف العالمية قالت إيه عن يورو 2020. مع حضراتكم أهم الأخبار والصحف العالمية قالت إيه على اليورو 2020. يعني تعالوا نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية مع جريدة ماركا الأسبانية. ماركا الأسبانية ركزت على أكيد منتخب أسبانيا اللي بيستعد لمواجهة كبيرة جدا أمام المنتخب الإيطالي في نصف النهائي بطولة أمم أوروبا. الصحيفة أجرت حوار مع يعني داني ده طبعا لعيب المنتخب الأسباني اللي قال يجب داني أولمو طبعا لعيب المنتخب الأسباني اللي قال إن احنا لازم نكون في ذروة مستوانا في ويمبلي. ده طبعا إشارة للمباراة المرتقبة ما بين المنتخب الأسباني والمنتخب الإيطالي، وطبعا هتكون مباراة كبيرة جدا جدا. لسه في أسبانيا وتحديدا مع صحيفة سبورت اللي هي كمان ركزت بشكل كبير طبعا على منتخب أسبانيا، أجرت حوار مع جيرارد مورينيو ده لاعب المنتخب الأسباني. كتبت إن مورينيو قال إن هناك كيمياء، في إشارة طبعا يعني في كيمياء كده بدأ نتكلم عليها، يمكن في أوائل المنتخب الأسباني كان يمكن في جدل في عدم ثقة ما بين اللاعبين والمدير الفني لويس إنريكي، لكن هو بيقول لا هناك كيمياء، في إشارة طبعا لتجانس غرفة خلع الملابس للمنتخب الأسباني، ودي كانت نقطة مهمة جدا جدا، كان يمكن البعض بيشكك في قدرة لويس إنريكي على التحكم في غرفة الملابس. نروح بقى يمكن لصحيفه ديبورتيفو الاسبانيه اللي اهتمت كمان بالمباراه، اكيد مباراه منتخب اسبانيا مع ايطاليا في نصف نهائي اليورو، واجرت الصحيفه حوار مع المدافع باتريس توريس. توريس قال ان من خلال المقابله قال ان المباراه امام المنتخب الايطالي ستكون مميزه لصالح الاسبان، يعني روح معنويه عاليه جدا جدا لمنتخب اسبانيا طبعا قبل المواجهة الكبيرة أمام المنتخب الإيطالي. كمان صحيفة إيس الأسبانية عملت حوار مع طبعا اللاعب الكبير بوسكيتس القائد المنتخب الإسباني، وكتبت بوسكيتس المشجعون سيفوزون، في إشارة طبعا في إشارة منه لإدراك اللعيبة لأهمية
المباراة المرتقبة ما بين المنتخب الإسباني والمنتخب الإيطالي. طبعا بوسكيتس حضراتكم عارفين يمكن غاب يمكن أول مباراتين، لكن عودة بوسكيتس لصفوف المنتخب الإسباني أكيد ادتهم قوة كبيرة جدا جدا. طيب ده كان الصحف في إسبانيا. عامة زي ما بقول لحضراتكم يمكن البطولة ديت بطولة كبيرة جدا، يمكن البطولة ديت كمان فيها أرقام قياسية بتتحطم، وفيها كمان يعني بقول لحضراتكم كفاية إن احنا نقول إن فرنسا خرجت، ألمانيا خرجت، بتتكلم على هولندا خرجت، بتتكلم على بلجيكا خرجت، بتتكلم على منتخبات كبيرة جدا جدا قبل البطولة. يمكن كان في هم المرشحين، يعني بتتكلم على فرنسا، بتتكلم على ألمانيا، بتتكلم على بلجيكا، بتتكلم على هولندا، لكن حقيقة يعني بطولة احنا بنستمتع جدا، وبتبين كرة القدم قد ايه في تطور كبير جدا على مستوى التدريب، على مستوى اللياقة البدنية، نقطة مهمة جدا بعد موسم طويل جدا للدوريات الكبرى، لكن هتلاقي اللياقة البدنية في شكل كبير وشكل رائع لكل الفرق المشاركة. دلوقتي هينضم لينا يمكن النهاردة زي ما احنا متعودين دايما بيكون معانا ضيف عبر سكايب او زوم، يكون بنشوف معاه اخبار البطولة ايه، رؤيته الفنية ايه. معانا دلوقتي حمزة السراج، ده مدرب جزائري واعد جدا، يعني بيتولى تدريب تشارلتون أتلتيك في انجلترا تحت 23 سنة، وكان كمان من المقربين جدا جدا لطبعا جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب لمنتخب انجلترا. هنتكلم معاه على رؤيته، شايفين ازاي الاجواء ايه في انجلترا قبل المباراه، مباراه نصف النهائي امام الدنمارك. معانا تليفونيا طبعا الكابتن موجود معانا، السرار موجود من انجلترا. مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير عليك حمزه، ازيك؟ مساء الخير لكل متابعي الاهلي. الحمد لله كابتن هاني، وحشنا وحشنا حمزه عليك. وحشنا وكابتن عمر والكل، وانا فخر لي اني انا معاكم اليوم. لا فخر لينا طبعا، انت من المدربين الواعدين ويعني بتعمل نتائج اكتر من رائعه. عايز اتكلم معاك يا حمزه، يعني قول لي الاجواء ايه، اجواء في انجلترا عامه ايه بعد يمكن الوصول للمباراه قبل النهائيه للبطوله يورو 2020، بعد طبعا الفوز الكبير على اوكرانيا 4-0. والله الأجواء خرافية، يعني فيه تحمس كبير، وفيه يعني أعلام المنتخب الإنجليزي في كل مكان، والكل يتحدث على كرة القدم وبس. يعني كان الأجواء في بريطانيا بنسينا شائحة كورونا، وبنسينا كل البريكسيت وكل السياسة، والكل بيتكلم بس على كرة القدم وعلى المنتخب الإنجليزي، ويعني فيها كما نقول بوزيتيف انرجي، فيه طاقه ايجابيه في المجتمع بكل اطراف، يعني في اين تمشي في السوق في الماركت في صحيح. يعني فيها فيه بوزيتيف انرجي. طيب انت كمان كمدرب كبير عايز اخد رايك، وكمان اخد الاجواء حول ساوث جيت بيقدم مباريات اكتر رائعه مع المنتخب الانجليزي. انت شايف ايه اللي اتغير في المنتخب الانجليزي؟ احنا شايفين المنتخب الانجليزي شكله متغير من ناحيه الاداء، القوه الهجوميه يمكن مش كبيره قوي، لكن عنده نتائج جيده، بيحافظ على شباكه بشكل كبير. انت شايف كمدير فني ايه الجديد اللي عمله ساوث جيت مع المنتخب الانجليزي؟ هو حقيقه كابتن هاني، هذا المشروع هو مشروع طويل المدى، وهذا بدا المشروع في عام 2014 في المعسكر الانجليزي في سان جورجز بارك، اين يعني حطوا مخطط سموها اللونج تيرم بلاير ديفلوبمنت LTPD، وهم فرضوا على كل الاكاديميات وكل الانديه المحترفه انها تحط مخطط يسميه الاي تريبل بي، وهو الليد بلاير باثواي، يعني حتى تخرج هذه الجنريشن وهذا الجيل الجديد اللي فيه فودن وسانشو وداكلن رايس وفيليبس وكل هذه النجوم الصغيره، يعني معدل عمرها صغير. حمزه انت كنت قريب من ساوث جيت، يعني كمان الناس عايزه تعرف هو اشتغل على ايه بالظبط، الفلسفه جديده بتخش على الكره الانجليزيه بشكل كبير، بنشوف دلوقتي استحواذ، بنشوف الكره على الارض، بنشوف اداء هجومي ودفاعي على اعلى مستوى. انت شايف ايه اهم النقاط، القوه اللي اضافها ساوث جيت للمنتخب الانجليزي؟ هو جارث الشيء الكبير لما يعني تشوفه وتتحدث معاه انه انسان بسيط جدا، ولديه يعني تقرب من اللعيبه، لديه اسلوب في الكلام
هو كان لاعب قديم ولكن عمره لا يتكلم على تجربته كلاعب، دايما بيتكلم يعني على روح المجموعه، وتحس بان اللعيبه لما يتكلم معاهم يبقى كانهم اخوهم الكبير، ليس اب يعني ولكن اخ الكبير الذي يعني ممكن تتقدم به وتتكلم معاه على امورك الشخصيه، ولكن في نفس الوقت عنده اوثوريتي على المجموعه. الشيء الثاني، جارث ساوثجيت قبل ما يكون مدير فني للمنتخب الاول كان مدير منتخب اقل من 21 سنه في انجلترا، وكان لديه رحيم ستيرلينج، وكان لديه اللعيبه اللي بتلعب الان هاري كين، هاري ماجواير، فهو كانت كونتينيتي او استمرار في العمل مع نفس اللعيبه، واخذهم من الاندر 21 الى الفريق الاول الان. صحيح. لكن هو حديث، هو يعني مدرب متطور جدا ودائما بيستمع لافكار جديده، وعلى سبيل المثال في 2018 قبل كاس العالم في روسيا مشى لامريكا، الولايات المتحده الامريكيه، وقعد هناك 4 أشهر يدرس الـ NFL او الامريكان فوتبول، لانه كان حديث معاه وهو قال ان السيت بيسز او الكرات الثابته اصبحت يعني جزء لا يتجزا من الربح او خساره المباراه، يعني صحيح. 38% من الاهداف تكون كرات ثابته العالم. طبيعي كرات ثابته. حمزه، عايز اخدك لنقطه ثانيه، ويمكن انا بتكلم على اليورو يعني مثيره على الاداء الفني، لكن كمان فيها مفاجات كبيره جدا بتحصل في اليورو 2020. ايه بالنسبه لك انت كانت اكبر مفاجاه ليك في يورو 2020؟ اظن اكبر مفاجاه هو المنتخب الايطالي. شخصيا انا ما اتكلمش على مباراه بمباراه، ولكن اتكلم على فريق. صحيح. فريق اللي ابهرنا يعني باسلوب وباداء وبجرينتا، وهو الفريق الايطالي يبقى يعني الهايلايت بتاع اليورو. صحيح. 2020. ولكن الشيء ربما المباراه التي ابهرتنا هو المنتخب السويسري لما خرج المنتخب الفرنسي. صحيح. يعني كانت مباراة ممتازة، فيه كثير من الأهداف في اليورو هذا. صحيح. وأظن أنا يعني اختصرتها البارع، عملت دراسة خفيفة كذا، فوجدت أن ربما the reason وراء هذا لأن فيه 5 تغييرات، ومعظم التغييرات لما تقوم بها يعني تقوم بتغيير المهاجمين ليس المدافعين، فأظن أن المدافعين لأنهم يلعبون 90 دقيقة مباراة تلو المباراة تلو المباراة، وال يعني سترايكرز بيدخلوا فريش يعني. صحيح. عندهم. صحيح. هو احنا حمزة كمان شفنا يعني من خلال طبعا أكيد رؤيتك إن في كمان خطط لعب جديدة وفي أفكار مدربين على مستوى عالي جدا بتظهر في البطولة دي. حمزة بنشكرك شكرا جزيلا، طبعا شرفتنا في قناة النادي الأهلي ودايما على تواصل معاك. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف، برحب بحضراتكم مره ثانيه وبرحب بضيفي النجم المتميز في النقد الرياضي والتحليل الفني الاستاذ ايهاب الجنيدي. ايهاب مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا كابتن هاني وعلى كل جماهير النادي الاهلي. منورنا في قناه النادي الاهلي، واكيد طبعا ليك رؤيه ورؤيه مختلفه عن اليورو 2020 وخاصه دور الثمانيه. شفت ازاي مباراه دور الثمانيه ايهاب، و واشرح لنا المفاجآت اللي حصلت في دور الثمانية وتوقعاتك كمان لدور قبل النهائي. تمام. يمكن يا كابتن هاني نتائج دور الثمانية نتائج طبيعية منطقية في الفرق، باستثناء مباراة إيطاليا وبلجيكا شوية اللي كانت خارج التوقعات، مباراة صعبة بين فرقتين كبار الاثنين كانوا مرشحين من ضمن المرشحين نظرا لكوكبه النجوم في الصفوف دي والصفوف ده، ولكن منتخب ايطاليا قدر يفوز وبرضه بصعوبه زي ما قلت لحضرتك. كل الماتشات بتاعت دور الثمانيه انتهت بالشكل ده باستثناء المفاجاه الكبيره كانت مباراه انجلترا مع أوكرانيا اللي انتهت ب4 أهداف نظيفة، ويمكن ال4 أهداف منتخب إنجلترا على مدار الدورين السابقين كلهم من بداية البطولة لغاية قبل الماتش الأخير. صحيح. سجل 4 أهداف، يعني تعرف كابتن هاني هو تأهل من الدور الأول بهدفين بس، هدفين مظبوط لرحيم ستيرلينج، وفي دور ال16 جاب 2 برضو في المباراة اللي لعبها ضد ألمانيا كانت مفاجأة كبيرة طبعا، وكسب 2-0 وقضى على لعنه تاريخيه مع الالمان. يعني منتخب انجلترا السنه دي الحقيقه بيقدم مستوى جديد ومستوى مختلف واداء راقي، فدي كان الماتش الوحيد اللي كان النتيجه حتى بتاعته مفاجاه.
بعد خاصه الماتش الكبير اللي عملته اوكرانيا زي ما حضرتك شفت قدام السويد والفوز 2-1 في الوقت القاتل الدقيقه 121. فكان هنستعرض معاك يا ايهاب طبعا النتائج يمكن دور الثمانيه كله هنمر على مباراه تمام. ونشرح جزء منها، لكن مين هيحمل كاس بطوله يورو 2020 زي ما شفنا في التقرير، يمكن مربع ذهبي مثير جدا رائع جدا، طبعا المنتخب الايطالي امام المنتخب الاسباني وانجلترا امام الدنمارك. ايهاب تعالى مع بعض الاول قبل ما نتكلم على رؤيتك لنصف النهائي، تعالى نستعرض كده نتائج دور الثمانيه انا وانت ونشوف يعني هل كان في مفاجآت، هل كان في نتائج يمكن مغيره للواقع حسب طبعا اداء المدربين او اداء اللعيبه. هنبدا بطبعا مباراه طبعا سويسرا واسبانيا والتعادل في الوقت الاصلي المباراه 1-1 وقدرت طبعا اسبانيا تفوز بركلات الجزاء او بركلات الترجيح 3-1. شفت المباراه دي ازاي؟ منتخب سويسرا واصل مفاجاته في البطوله بعد الاطاحه بفرنسا. هو كانت مفاجاه كبيره جدا اساسا الدور اللي فات انه يتيح بمنتخب فرنسا بعد ما فرنسا كانت كسبانه 3-1. اثبت انه منتخب قوي، رد على الكلام اللي اتقال انه تاهل محض صدفه او كده، لا المنتخب شيردان شاكيري نجم ليفربول واصدقائه في سويسرا قدموا مباراه كبيره جدا قدام منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا كابتن منتخب متعب جدا لاي فرقه، ما شفناش دوت يمكن في اول جولتين يا هادي اول جولتين يعني. هو انا عايز اقول لحضرتك الماتش اللي فات عامل 917 تمريره ما بقى يعني مهول. استحواذ ده من بدايه البطوله، استحواذ الكره الاسبانيه، لكن على مستوى الشراسه الهجوميه على مستوى مستوى الاداء اول جولتين كان في تخوف جدا من خروج المنتخب الاسباني. عايز اقول لحضرتك كانت الصحف الاسبانيه اساسا بتقول المنتخب هيخرج وانتقادات وما انضمش نجوم من ريال مدريد وسيرجيو راموس القائد التاريخي بره لكن بعد كده دلوقتي بدات تعلى رغمه الفوز بالبطوله خاصه مع اداء المنتخب والماتش اللي قدام كرواتيا لما كسبوا 5. انما الماتش اللي فات هم عانوا جدا جدا قدام الفريق ده، وخلي بالك ان الارهاق هيأثر جامد على منتخب اسبانيا. هنتكلم طبعا على دور الايطالي لان هو المنتخب الوحيد اللي خد وقتين اضافيين صحيح في الدور ال 16 لعب وقت اضافي وفي دور الثمانيه. طيب هنتكلم على المباراه الثانيه طبعا وفوز المنتخب الايطالي على منتخب البلجيكي بلجيكا 2-1، وشفت برضو المباراه ازاي على المستوى التكتيكي على مستوى اداء مانشيني روبرتو مانشيني اللي بيعمل في اعتقادي بيعمل شكل جديد للكره الايطاليه. المنتخب الايطالي واصل عروضه القويه جدا في البطوله بيعتمد على كل كوكبه نجومه. كابتن هاني المنتخب الايطالي حتى الان المنتخب الوحيد اللي شارك كل النجوم فيه باستثناء الحارس الثالث. كل النجوم اللي واخدهم معاه شاركوا باستثناء الحارس الثالث، مش الحارس الثاني كمان ادى الفرصه للحارس الثاني كمان معاه في المباراه. فمنتخب روبرتو مانشيني بيعتمد فكر جديد، كره جديده، بيدي كل الفرقه بتلعب، كل الفرقه بتقدم، بيلعب كامواج البحر. بس ما حسيناش يعني اللي بيتفرج ما بيحسش ان في عناصر جديده داخله، ان في تغييرات يعني انه يدخل عناصر جديده وسط بطوله ده شيء يعني بعض المدربين بيثبتوا 11 يعني 13 14 لعيب، لكن عشان يظهر بهذا الاداء والصوره الجميله اللي بيلعب بيها المنتخب الايطالي اعتقد طبعا مانشيني بيعمل حاجه جديده، خطوه تحسب جدا لمانشيني اللي غير كل هو فيه دلوقتي. بيتغنوا دلوقتي في ايطاليا بمانشيني، الاسلوب الدفاعي المعتاد بتاع ايطاليا خلاص اختفى، مش ما بيتكلموش عليه دلوقتي. الكاتاتشينو المشهور اللي بقاله 50 سنه اسلوب الدفاع العميق ده خلاص مش موجود. هنشوف هنتكلم برضو معاك بالنسبه لدول قبر النهائي النتيجه انا شايف هل مانشيني هيغير السيستم، لكن انا برضو شايف ان النتيجه دي نتيجه هي نتيجة المنتخب الافضل استحق الفوز. صحيح. طيب المباراه الثالثه اكيد ما بين الدنمارك والتشيك وفوز الدنمارك 2-1، ويعني الدنمارك زي ما بيقول هل هيحققوا معجزه 92 ولا اعتقد المنتخب الدنماركي يعني انت شفت المباراه دي ازاي الاول وبعدين هنتكلم على قبل النهائي. اول حاجه المنتخب الدنماركي قدم مباراه تكتيكيه عاليه جدا. منتخب لو حضرتك طبعا تابعت المباراه تلاعب المنتخب التشيكي قدم مباراه عاليه جدا، مستوى مغاير تماما برضو زي ما اتكلمنا على اسبانيا الاول مباراتين طبعًا. يعني منتخب الدنمارك انك تخش بطوله اول ماتشين تخسرهم وتتاهل تاهل تاريخي لاول مره في التاريخ ان منتخب يخسر زي ما قلنا اول ماتشين ويتاهل، ده كان تاهل تاريخي وبيواصلوا المشوار بشكل قوي. وبعد الفوز على ويلز المباراه اللي في دور 16 يواصلوا مشوارهم بالشكل ده، المنتخب بيقدم بطوله قويه جدا، عنده مجموعه لعيبه مميزه يا كابتن هاني. صحيح. مجموعه في منهم مجموعه في الدوري الانجليزي وفي منهم مجموعه في الدوري الالماني، في تفاهم قوي جدا بينهم
دولنبيرج ومايلا والمجموعه الموجوده من اللاعبين ومدرب هولمد، مدرب قوي جدا ومدرب متميز. لا منتخب قوي، منتخب مش سهل. يعني اعتقد هيبقى اختبار صعب للمنتخب الانجليزي لما نتكلم عليها. طيب المباراه الاخيره، ويمكن كانت على مستوى النتيجه وعلى مستوى الاداء كانت المباراه الاسهل، المنتخب الانجليزي بيفوز على المنتخب الاوكراني باربعه اهداف دون رد. المباراه الاسهل جدا وان سايد جيم من اول المباراه. جاريث ساوث جيت كمان الشوط الثاني زي ما حضرتك شوف طلع كل مخالبه زي ما بنقول، اخفى كل المخالب، رحيم ستيرلينج، هاري كاين، كل اللعيبه طلعها وبدا يعتمد على المواجهه الثانيه. بس منتخب انجلترا السنه دي، هو دي تحسب لجاريث ساوث جيت برضه، تغيير طريقه اللعب الانجليزيه المعتاده، الكرات الطوليه من الدفاع لراس حربه سريع وقوي بدنيا، الاعتماد على القوه البدنيه، كل ده ما عادش شايفينه برضه في منتخب انجلترا. منتخب انجلترا دلوقتي بيعتمد على مجموعه من اللاعبين صغار السن اصحاب المهارات، وعلى راسهم رحيم ستيرلينج الدينامو يا كابتن والمحرك الاساسي لمنتخب انجلترا. هنتكلم عليه بالتفصيل كل الهجمات. يعني انا في اعتقادي ان هو بيقوم بدور اكتر من رائع، دور مهم جدا جدا في خط هجوم المنتخب الانجليزي. لكن خلينا نختار من ضمن الاربع مباريات دول، في اعتقادي المباراه الاقوى كانت مباراه ايطاليا وبلجيكا وفوز المنتخب الايطالي 2-1. المانشيني زي ما بنتكلم بيعمل شكل جديد، يعني مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي ادى اداء غير مقنع على النواحي الهجوميه، رغم عدم يعني رغم وجود لوكاكو، بنتكلم على دي بروين، بنتكلم على عناصر مهمه جدا. هل غياب يعني هازارد كان مؤثر في خط هجوم المنتخب البلجيكي امام الدفاع الايطالي؟ عندنا نقطتين مهمين جدا في المباراه دي نتكلم عنهم. اولا الحفظ الكامل للاعيبه ايطاليا للوكاكو. لوكاكو كان هو المحور الاساسي في كل ماتشات بلجيكا اللي فاتت، وطبعا من هدافين البطوله. طيب كل لاعيبه ايطاليا قابلوه كتير جدا في الدوري الايطالي. هتتكلم على كيليني وبونوتشي. هو الراجل بيلعب في انتر ميلان وكان هداف تاني هداف الدوري ورا كريستيانو رونالدو، فبالطبع حافظينه. ما قدرش يعمل اللي عمله في الماتشات اللي قبل كده. بس برضو على مستوى التكتيكي كان في قصور شويه، لان كان يعني هنتكلم انا وانت فيه تفصيليا، لكن خليني معاك استعرض احصائيات المباراه وناخد منها بعض النقاط. طبعا. يعني ايطاليا طبعا ايطاليا بلجيكا الاهداف 2-1، الفرص الاربعه طبعا حققوا منها هدفين المنتخب الايطالي، على مستوى بلجيكا خمس فرص حققوا منها هدف واحد، الاهداف المتوقعه 0.93 للمنتخب ايطاليا، الاهداف المتوقعه للمنتخب البلجيكي كانت كبيره جدا، وصلت تقريبا الاثنين لهدفين، وده يعني هنتكلم عليه بالتفصيل مع ايهاب. الاستحواذ 54 لصالح المنتخب الايطالي مقابل 46 للمنتخب البلجيكي، التمريرات 546 تمريره منها 493 صحيحه بنسبه 90% للمنتخب الايطالي مقابل 486 تمريره، 411 صحيحه بنسبه 85 للمنتخب البلجيكي. التصويبات 12 تصويبه للمنتخب الايطالي، ما بينهم يعني منهم ثلاث تسديدات ما بين الثلاث خشبات مقابل 9 يمكن تسديدات للمنتخب البلجيكي، ما بينهم 4 ما بين القائم والعارضة، 4 عرضيات للمنتخب الإيطالي في حين المنتخب البلجيكي 11 عرضية، في خمس ضربات ركنية لصالح المنتخب الإيطالي مقابل 9 ركنيات للمنتخب البلجيكي. إيهاب ناخد إيه من الأرقام دي ونقدر نقف عندها؟ نقطتين مهمين، عدد التمريرات ونسبة استحواذ الكرة. رغم السيطرة، رغم الأهداف اللي احنا بنقول عليها ونسبة أهداف عالية كانت متوقعة للمنتخب البلجيكي في المباراة، لكن احنا شايفين عندنا 54% استحواذ للمنتخب الإيطالي، وده بيعكس اللي احنا بنقوله يا كابتن، الجديد اللي عمله روبرتو مانشيني في المنتخب الإيطالي. منتخب إيطالي بيمرر الكرة، عامل تمريرات 493 تمريرة في المباراة. ده بيوضح لنا ازاي فرق كبير عن 411 طبعا، في حوالي حاجه و80 تمريره زياده عند المنتخب الايطالي في المباراه. ده يوضح لنا هو ازاي كان مسيطر على منطقه كمان وسط الملعب. اهم ما يميز ايطاليا في البطوله دي بشكل كبير جدا منطقه وسط الملعب. حتى انت ما بتتكلمش في ايطاليا على مهاجم راس حربه صريح برغم وجود إيموبيلي وبرغم يمكن اقل المراكز في المنتخب الايطالي هو راس الحربه بالظبط، انما عنده خط وسط هجومي يمكن الافضل في البطوله في ظل المتالق انسيني اللي بيقدم بطوله غير
ومرشح بقوه اللقب افضل لاعب في البطوله صحيح حاليا. صحيح. طب على الجانب الاخر المنتخب البلجيكي ناس كتير جدا من محللين العالميين كانوا بيرشحوا ان هذا الجيل من افضل الاجيال لمنتخب بلجيكا من سنوات طويله جدا جدا، وكان مرشح بقوه للحصول على البطوله. شايف ايه اللي القصور في او من خلال مباراه ايطاليا منتخب البلجيكي ما قدمش صوره جيده؟ انا شايف المنتخب البلجيكي لم يتم اعداده جيدا للبطوله. عنده مجموعه زي ما حضرتك قلت من اللعيبه جيل لن يتكرر لبلجيكا، جيل رائع جدا، تاثروا جدا قبل البطوله بالاصابه اللي تعرض لها دي بروين في مباراه نهائي اوروبا دوري ابطال اوروبا، وغيابه عن فتره الاعداد للبطوله الشهر اللي قبل البطوله على طول، تاثروا في المباراه دي بغياب النجم الكبير ايدن هازارد اللي هو بيقدم اداء مختلف تماما. حظه وحش قوي يعني كل ما بيوصل للتوب فورم بتاعته، يمكن قبل الاصابه كان وصل للتوب فورم بتاعته لكن الاصابه حرمته طبعا. بالظبط، الماتش اللي قبليه كان نجم المباراه. صحيح. وزي ما حضرتك قلت شفت التمريرات وشفت اللي عمله، يجي واداء مغاير تماما لما عليه في ريال مدريد. حتى الجماهير بتتساءل، جماهير اسبانيا كانت بتتساءل هو ليه، ايه الشكل اللي بيظهر بيه ده. طيب. فده طيب. طبعا العاملين دول اثروا، لان دول اهم لاعبين لما يتغيب في منتخب عندك لاعبين زي هازارد ودي بروين اللي برضه اتصاب الماتش اللي قبلها شفناه في الماتش مش ظاهر بمستوى المعهود. صحيح. لو بنتكلم طبعا على المنتخب الايطالي اكيد كل الناس بتتكلم على روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي. تعالوا مع حضراتكم نشوف قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكبير على بلجيكا 2-1. بالنسبة لإصابة ليوناردو سبينازولا، أولا وقبل كل شيء أريد أن أقول هو إننا محبطون للغاية. لقد تم تدمير ليوناردو سبينازولا بسبب الإصابة التي لم يستحقها، ولأنه كان يلعب بشكل غير عادي، فقد كان واحدا من أفضل اللاعبين في يورو 2020، ونحن محبطون تماما ونود أن نرسل له أطيب تمنياتنا. لكنني سعيد جدا بالطريقة التي لعب بها فريقي، لأننا قدمنا أداء رائعا حقا، وأشكر اللاعبين على أدائهم الجيد، لكنني كنت متأكدا من أنهم سيفعلون ذلك بالضبط. وبالنسبة لمواجهة إسبانيا في المربع الذهبي، أولا وقبل كل شيء سوف نذهب إلى ويمبلي بأمان، ونحن نعلم أننا فريق لا يزال بإمكاننا تقديم الكثير في هذه البطولة، ونحن نعلم أننا سنواجه منافسا من الدرجة الأولى مرة أخرى، لأن إسبانيا مثل بلجيكا قوية جدا ويمتلك خصوما مخادعين لكن من المهم جدا أن نستريح قبل مباراة نصف النهائي والاستعداد لها. مانشيني واقعي جدا جدا، ويعني حاسس من كلامه أنه بيستعد، وأكيد بيستعد بشكل جدي جدا ليه طبعا للوصول للمباراه النهائيه عن طريق مباراه صعبه جدا امام المنتخب الاسباني. ايهاب، قبل ما نطلع لتصريحات مانشيني كنا بنتكلم على لعيب مميز جدا، انت بتقول ان هو هيكون واحد من المرشحين لجائزه احسن لاعب في البطوله، بنتكلم على انسيني لاعب المنتخب الايطالي. لورينزو انسيني بيقدم مستوى مختلف جدا، حاجه غير نابولي كمان. وحاليا عايز اقول لك كابتن هاني، ومن خلال معلوماتي الراجل ده بعد البطوله رايح برشلونه. خلاص بنسبة كبيرة جدا برشلونة قطع شوط كبير من المفاوضات مع لورينزو انسيني. لعيب مميز جدا، لعيب نص ملعب بمواصفات يعني من أهم روبرتو باجيو يا كابتن، ممكن تفتكرها مش فيرود. لعيب بيشوط من بره كويس جدا، تسديدات رائعة، ليه رؤية للملعب، التصويبات بتاعته قوية جدا. صحيح. فيها فكر زي الهدف اللي شفناه جابه في بلجيكا، هدف مفاجئ، الدفاع كله بيبص وهو جاي بيجري، يعني برضه مهارة التسديد من الحركة دي بتبقى غريب جدا يا إيهاب، إن كمان ما كانش في رد فعل للمنتخب البلجيكي رغم إن هو قبل الهدف ده نفس الكرة ونفس الطريقة سدد تسديدتين كان يمكن خارج المرمى، لكن يعني من خلال أرقامه، وأنا هقول لك أرقام برضو إنسيني من خلال يمكن المباريات، إنسيني لعب أربع مباريات طبعا أحرز هدفين، صناعة الفرص ستة صناعة للفرص، وده رقم كبير جدا بالنسبة يعني بالنسبه لصعوبه المباريات. يعني انت بتتكلم على منتخبات كبيره، انك تصنع ست اهداف او ست فرص للتهديف ده رقم كبير. ولاعيب جناح كمان، لعيب جناح ميال دايما انه يهاجم، ان هو اللي يجيب الجون. صحيح. ولكن انسيني ما عندوش الحته دي، هو متعود دايما بيلعب في ده اللي عمله فيه روبرتو مانشيني يا كابتن. يعني دي بصمه روبرتو مانشيني طبعا اداله. شوف انسيني في نابولي، شوف انسيني في منتخب ايطاليا، شكل مغاير تماما. انسيني اللاعب الوحيد اللي في ايطاليا زي ما حضرتك بتقول كده، حضرتك مدرب فاهم، اللاعب اللي المدرب بينزل يقول له العب
مديله حريه. هو ده اللي شايفينه مع انسيني في البطوله من اول مباراه. العب بتلاقي انسيني مره داخل راس حربه، مره بيلعب في ناحيه الشمال، مره بيروح ناحيه اليمين، مره في نص الملعب، وبيتحرك وبيمرر الملعب كله في تعاون مع فيدريكو كيزا، نيكولا باريلا لو معاه، تشيرو موبلي برضو المهاجم اللي مش صريح او اللي بيرجع كتير ورا معاهم. عاملين توليفه قويه جدا هتتعب اي فرقه في البطوله. طيب انسيني معانا نشوف قال ايه في تصريحاته بعد المباراه امام المنتخب البلجيكي. نشوف تصريحاته فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع حضراتكم في المحترف. كما قلت دائما أستمتع حقا كثيرا ولم ألعب أبدا مع ابتسامة كبيرة على وجهي، إنه مثل اللعب مع زملائي في فريقي، كما تعلم مثل لعبي خلال الأسبوع. أنا أستمتع حقا كثيرا، ويستحق المدرب الفضل في ذلك لأنه سمح لنا حقا بتقديم أفضل كرة قدم لدينا، والجميع بمن فيهم أنا يلعب حقا بابتسامة على وجوههم، وهذا هو سرنا الذي يجب أن نبدأ به. كما قلت من قبل، لم نحقق أي شيء بعد، ونحن بحاجة إلى بذل هذا الجهد الأخير. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف. إيهاب، اتكلمنا على مباراة كبيرة ما بين المنتخب الإيطالي والمنتخب البلجيكي، لكن كان في مباراة كمان على المستوى التهديفي كانت المباراة الأكثر إثارة، مباراة المنتخب الإنجليزي أمام أوكرانيا والفوز 4-0. تمام. لازم نوصل طريقة لعب المنتخب الإنجليزي سريعا كده في دقيقة واحدة نتكلم عليها. المنتخب الإنجليزي بيلعب بطريقة قوية جدا السنة اسمها قوة العمق الدفاعي والانطلاق للهجوم. نقدر نلخصها كده، كل الفرقه بتدافع في عمق دفاعي قوي جدا، وده بيبرر لنا ان هو الفريق الوحيد حتى الان الذي لم تهتز شباكه. جوردن بيكفورد هو الوحيد اللي كلين شيت بعد حتى الان 5 مباريات من البطوله، والمباراه بس كان في يمكن قلق شويه على عمليه التهديف زي ما اتكلمنا. يمكن كسب 4-0، لكن قبل المباراه ديت كان في بعض الانتقادات على اداء الهجوم للفريق ورد عليه زي ما انت قلت. يمكن كسب 1-0 وبعدين امام المنتخب الالماني 2-0 4 اهداف، لكن في 4 مباريات المباراه الخامسه بيحرز 4 اهداف في مباراه واحده. لا، والمفروض المباراه وفقا للدور مش للمنافس. صحيح. انا هقول وفقا للدور مش للمنافس، هي الاصعب، انك كل ما تطلع دور طبعا في بطوله هو دور اصعب من اللي قبليه، ولكن المنافس كان في منافس اقوى منه في الدور السابق اللي هو المنافس الالماني. صحيح. وبعد اسكتلندا يا كابتن حصلت مشاكل كبيره في انجلترا، وحصل شكوك حوالين قدره الفرقه دي، بس لازم فيها هنا نقطه معينه ناخد بالنا منها. مين اللي وصل مربع ذهبي لكاس عالم؟ فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، انجلترا. مين اللي قدر بعد البطوله الثانيه من ساعه 2018 لغايه دلوقتي؟ دي البطوله الثانيه من الوقت ده، مظبوط، لم تقام اي بطوله. بالظبط، البطوله الثانيه على مستوى المنتخبات في العالم، دي ثاني بطوله قويه من وقتها. مين اللي قدر يوصل في الاربعه ثاني مربع ذهبي؟ المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي الوحيد. صحيح. فرنسا خرجت مبكرا، بلجيكا خرجت من دور الثمانيه، كرواتيا خرجت برضو زي فرنسا من دور الـ16. اذا المنتخب الوحيد اللي نقدر نقول ان فيه ثبات في المستوى مع جاريث ساوث جيت على مدار 5 سنين لغايه دلوقتي، من 2018 ل 21 سوري على مدار 4 سنين لغايه دلوقتي، هو المنتخب الانجليزي. طيب بلغه الارقام شايف ان المنتخب الانجليزي رغم عدم الاستحواذ، يعني ما عندوش استحواذ 70-80% زي المنتخب الاسباني، لكن افكت قوي. هراجع معاك الارقام، يمكن المنتخب الانجليزي 4 مباريات طبعا 4-0 لصالحه، عدد الفرص 6 فرص للمنتخب الانجليزي، منها 4 اهداف، وده معدل كبير جدا. يعني المنتخب الاوكراني فرصتين ما قدرش يسجل ولا هدف. الاهداف المتوقعه للمنتخب الانجليزي كانت 1.72، يعني 1.72%. على الجانب الاخر اوكرانيا 0.3. الاستحواذ زي ما قلت لك، يمكن المنتخب الاوكراني او كان في تعادل شويه في الاستحواذ، 49 مقابل 51 للمنتخب الاوكراني. التمريرات 648 منها 588 صحيحه بنسبه 91% لمنتخب انجلترا. التمريرات للمنتخب الاوكراني 602 منهم 541 صحيحه بنسبه 90%. التصويبات على المرمى 10 تصويبات للمنتخب الانجليزي ما بينهم 6 ما بين الثلاث خشبات مقابل 6 للمنتخب الاوكراني، ما بين 2 ما بين القائمه والعرض. العرضيات 4 مقابل 2، الركنيات 2 مقابل 3.
إيهاب ناخد من الأرقام دي إيه برضو؟ لأن يمكن كان في تعادل مهم. يمكن كان في تعادل في أرقام المباراة. تعادل في الاستحواذ والتمريرات والكلام ده قريبين من بعض، ولكن هنا المباراة دي فرقت فيها كتير المهارات الفردية، القدرات الفردية. في اتنين وفي ليهم جدا جاريث ساوثجيت، هاري كاين ورحيم ستيرلينج. رحيم ستيرلينج دينامو الفريق. رحيم هنشوف برضو ارقامه لانه عامل مؤثر جدا جدا في العامل طبعًا الهجومي. دينامو الفريق عامل افضل لاعب، فروقات كبيره جدا. هو يمكن احرز الهدفين في الدور الاول، لكن كمان بيعمل اسيست اكتر من رائع، وليه دور كبير جدا جدا. برضو نحب نشوف ارقام ستيرلينج معانا، لان من اللعيبه اللي انا شايف ان المنتخب الانجليزي كان في حاجه ليها. رد كمان يا كابتن في البطوله دي على كل الانتقادات ليه وعلى بيب جوارديولا، اللي دايما كان، انت زي ما حضرتك تابعت الموسم اللي فات، كان دايما حط احتياطي. طيب فظهر بشكل قوي جدا، وكان هو المحرك الاساسي لانجلترا زي ما قلنا، يعني ما بين الاهداف او ممرر للاهداف. ايوه الاهداف الثانيه اللي جابها هاري كاين عامل منهم هدفين حتى الان. طبعا على مستوى الاهداف ارقام كبيره جدا، احرز 3 اهداف وصنع هدف، وتصويبات 8 ما بينهم كمان بنسبه 50% تصويبات على المرمى، وده عدد كبير جدا جدا. فبنقول ان رحيم ستيرلينج من اللعيبه المميزه جدا جدا في المنتخب الانجليزي. كمان لو اتكلمنا على هاري كين، هاري كين كمان من اللي يمكن اول جولتين كان في بعض الانتقادات على مستوى بعض الناس، لكن على مستوى الصحافه كان في سبورت كبير جدا جدا، وكانت الصحافه كمان بتتكلم بدعمه بشكل كبير. فخلينا كمان نعلق على هاري كين، ويمكن من اللعيبه والهدافين المميزين في العالم، بس مش في انجلترا بس. يعني زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، لسه بقول لحضرتك، جاريث ساوثجيت وافي جدا للاثنين دول. طيب لو لاحظنا ان الجناح الهجومي الثالث، يعني هما بيلعبوا بطريقه 4-3-3 صحيح، منتخب انجلترا الثلاثه اللي قدام في خلال الخمس مباريات في اثنين ثابتين، رحيم ستيرلينج وهاري كين. الثالث بقى ده، دي مفاجاه انه اتغير في الخمس مباريات. صحيح المباراه الاخيره اللي عملوا فيها اداء قوي جدا كان نجم بروسيا دورتموند جادون سانشو، لعب ببلينجهام قبل كده، لعب بجاك جيليريش، لعب براشفورد، غير في الخمس مباريات الجناح. لكن اللي كانوا ثابتين كان هاري كين ورحيم ستيرلينج. هو دايما جاريث ساوثجيت بيتكلم على الاثنين دول، وبيقول ان هم دول الاساس الهجومي عنده. طب تعالى انا وانت والساده المشاهدين نشوف برضو تصريحات هاري كين. هاري كين قال ايه بعد الفوز الكبير على اوكرانيا 4-0؟ نطلع فاصل ونرجع مع المحترف. لقد كان أداء رائعا من الجميع حقا، وليلة كانت مثالية بالنسبة لنا، وبدأنا بداية رائعة. لكي نكون منصفين لأوكرانيا، تسببوا في بعض المشاكل لنا بعد 10 أو 15 دقيقة من ذلك، وكان علينا تعديل تشكيلتنا قليلا، لكن بعد ذلك في الشوط الثاني خرجنا بقوة، ومن الواضح أن تحقيق تلك الأهداف المبكرة يقضي على الفرق حقا بعد ذلك، وحافظنا على الكرة جيدة، ومن الواضح أننا تمكنا من إنقاذ بعض من لياقتنا البدنية بإجراء التغييرات. لذا نعم، لم يكن بإمكاننا طلب ليلة أفضل حقا. برحب بحضراتكم مرة تانية، وكان في حوار ما بيني طبعا وبين الناقد الرياضي الكبير إيهاب الجنيدي على دور ما قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020. إيهاب، ربع يعني نصف نهائي مباريات أعتقد التوقعات فيها صعبة، وخاصة البطولة دي فيها مفاجآت كبيرة جدا جدا. خلينا نمسك مباراة إنجلترا والدنمارك، مباراة أعتقد الضغوط الأكبر على المنتخب الإنجليزي. الدنمارك طبعا وصل لمرحلة أو وصل لنقطة ما أعتقدش ما كانش يحلم بيها من قبل البطولة. الضغوط الكبيرة على المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الدنماركي ممكن تأثر على الأداء، ولا الثقة الكبيرة اللي واخدها المنتخب الإنجليزي ممكن تحسم الأمور بسهولة؟ يعني أنا لفت انتباهي في تصريحات جاريث ساوثجيت بعد المباراة اللي فاتت، قال حاجة مهمة على الدنمارك. قال الدنمارك بيتحركهم بقوة العاطفة نحو إريكسن. يعني هو مرجع قوة المنتخب الدنماركي وحماسهم. قال ان الحماس بيفرق جدا مع لعيب كرة القدم، وده معروف. طبيعي. قال ان المنتخب ده فيه زي جزوة نار بتحركه ممثلة في إريكسن، اللي حصل معاه في أول مباراة في البطولة.
ولكن ورقيا كده بالنظر للارقام وباللي قدمه المنتخبين انا شايف ان المنتخب الانجليزي يفوز بالمباراه دي، الامكانيات اقوى، يلعب في ملعب ويمبلي، حضور طبعا كبير من الجماهير برضو برغم ظروف الكورونا اللي ان في نسبه حضور كبيره جدا من الجماهير، عنده العناصر على الصعيد الفردي اللي اعلى زي ما اتكلمنا في العناصر هنا في الفرقه بتاعت انجلترا، في عناصر على المستوى الفردي اعلى كتير تقدر تحسم لك. طب انت بتستبعد حصول مفاجاه او حدوث مفاجاه بخروج المنتخب الانجليزي، ولا انت شايف اللوجيك والطبيعي من خلال الاداء هو الاقرب هو فوز المنتخب الانجليزي؟ طبعا المفاجات موجوده في كره القدم، ولا حد ما فيش حد يقدر يستبعدها، بس احنا على الورق بنقول ان المنتخب الانجليزي هو الاقرب للفوز بالمباراه دي للعوامل كلها اللي احنا بنقولها، لمعرفته الكامله، تاريخ المواجهات مع منتخب الدنمارك بينهم ومن بعد كان في تفوق للمنتخب الانجليزي. لو اتكلمنا على المباراه الثانيه في نصف النهائي ما بين المنتخب الايطالي والمنتخب الاسباني، شايف المباراه دي ازاي؟ واعتقد انها مباراه قويه جدا جدا ما بين منتخبين، خاصه المنتخب الايطالي بيقدم كوره مختلفه وبيقدم اداء اكتر من رائع. المباراه صعبه، المنتخب الاسباني هيتفاجئ، او مش هنقول هيتفاجئ لانه شايف البطوله اكيد، ولويس انريكي شايف اللي بيحصل في البطوله، منتخب ايطالي بيقدم كوره جديده، كوره حديثه، كوره بتعتمد، يمكن مش عايز اقول ان اسلوب اللي بيلعب بيه انريكي تيكي تاكا وتمريرات كتير لا بتعمله ايطاليا، وفي ضغط من العمق وفي ضغط كبير جدا من كل الفرقه. انا يمكن يا كابتن هاني نقف عند سويسرا، منتخب سويسرا، ونقيم بيه الفرق بين اسبانيا وبين ايطاليا في المباراه دي. الفرق ما بين اسبانيا وايطاليا هيبان، وهيبان الفروقات ديت في المباراه قبل النهائي، مباراه مهمه جدا جدا. نطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع في اخر فقرات المحترف وفقره تاكتكس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف، هنتكلم في الفقره الاخيره عن جزء فني وجزء خططي بالنسبه للمدربين، وهنركز طبعا على المباراه الكبيره كانت ما بين المنتخب الايطالي والمنتخب البلجيكي. عايز اقول لحضراتكم الاثنين المدربين مدربين كبار جدا، لكن دايما البصمه كانت واضحه جدا جدا لروبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي، على حساب طبعا مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي. خلينا نتكلم وهتكلم هاخد رايك يا ايهاب، ان المنتخب البلجيكي بدا البطوله اصلا بتشكيله بعض الناس مختلفه عليها شويه، هو بيلعب بطريق بيلعب ثلاثه في 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 خط الدفاع، لكن اللي كان غريب شويه انه بيلعب 3-2-5، يعني مش 5-3-2-3 في خط الدفاع، واثنين بس في مركز خط الوسط، وبيطير الاثنين المدافعين مونيه، وبيكلم على توجان هازارد بشكل كبير جدا في الناحيه الهجوميه مع الثلاثي الهجومي بالظبط زي ما انت شايف كده، بيلعب تقريبا 5 في الخط الخلفي زي ما احنا شايفين، وثلاثة او 2 في نص الملعب، 5-2-3 كلنا متعودين على 5-3-2 يكون في راسين حربه ويملى خط النص شويه، فدي كانت بتعمل مشكله للمنتخب البلجيكي ان الاطراف بتكون فاضيه جدا، وبالتالي كان في مشكله بالنسبه للاجناب او باكات اذا كان مونيه في ناحيه اليمين او توجان هازارد في ناحيه الشمال، دايما بيكون في كثافه عدديه لان واضح جدا الاثنين ثنائي وسط الملعب ما كانش قادرين ياخدوا عرض الملعب كله ويوري يلمس فده بقى الطبيعي انك بتلعب 5-3-2 بيكون فيها اتزان شويه، ان زي ما احنا شايفين ان ممكن جدا كان كان دي بروين ينزل في الجزء ده ويبقى عنده راسين حربه بيلعب فيه، علشان ثلاثه قدام الخمسه المساحه عرض الملعب ممكن جدا كان يحل المشكله، ان خلاص ما عندناش زياده عدديه في الاطراف، هنا بيكون واحد على واحد ما فيش مشكله، ويشيل شويه من الضغوط اللي كانت على توجان هازارد ومونيه في ناحيه اليمين، فاعتقد ده كان خطا تكتيكي بشكل كبير جدا. خطا تكتيكي يا كابتن استفاد منه روبرتو مانشيني بشكل قوي جدا خلال المباراه. برافو عليك. لاعب بالثلاثه هنا لو شفنا ولاحظنا المباراه ضغط بالثلاثه بتوعه في المنطقه دي، مظبوط. منطقه الاثنين دول. وخلي بالك المنطقه دي جه منها الهدف كمان. جه منها الهدف الثاني بتاع انسيني، وجه حتى الخطا من الهدف الاول برضو كانت قطعه هنا. صحيح. الكره اتقطعت هنا. هو ضغط هنا بفيدريكو كيزا وانسيني وباريلا معاهم في النص، مظبوط، وسيطر بالمنطقه دي كلها، امتلكها في الجزء ده من الاثنين، لان الاثنين اكسل فيزل ويوري تيلمانس هو الاثنين اعلى منهم، يعني الثلاثه التانيين اعلى منهم كتير فنيا، والمساحه عرض الملعب كبير عليهم جدا، يعني انت زي ما انت شايف في الصوره ان هم واقفين التمركز كويس قدام خط النص، لكن مساحه الملعب وخاصه زي ما انت قلت مانشيني كان روبرتو مانشيني كان المفروض او كان لعب على الجزئيه دي، فكان من الطبيعي ان يلعب بالطريقه العاديه 5-3-2 بالظبط. دي الناحيه
الحاله الدفاعيه مشكلته للمترجم. انه لاعب ايطاليا بنفس الطريقه اللي لعب بيها. لعب هو تلعب على طول كل ماتشاته بالطريقه دي. هو مشكلته ان لاعب ايطاليا لاعب قدام منتخب ايطاليا منتخب قوي، بلجيكا ما قابلش المنتخب اللي يقدر قدامه، نقدر نقول انه منتخب نقدر نقيس قدراته بشكل قوي. كانت البدايه مع منتخب ايطاليا فلعب بنفس طريقته، اتفاجئ بمنتخب بيلعب اساسا بعمق قوي في نص الملعب. طب ما ده عايز اتكلم، وارد جدا انك بتثبت طريقه اللعب، لكن على مستوى المنتخبات اللي بتلعبها كان وارد جدا انه يغير شويه في الجزء التكتيكي. بالزبط. عندك منتخب كله نجوم العالم، فما عندكش مشكله في لو تغير طريقه اللعب. اعتقد مارتينيز اخفق شويه في قرايه الملعب. يعني انا بقول لحضرتك ان روبرتو مانشيني تفوق عليه خالص في امتلك منه نص الملعب، وان امتلك نص الملعب في الكوره وفي المباريات، امتلك المباراه كلها وسيطر عليها بالكامل وقدر يسجل هدفين، والهدفين جم من المنطقه دي. هنشوف الهدف الثاني انا وانت ونحلله نيجي بقى لل طريقة المنتخب الإيطالي. بتتكلم على خطوط منتخب بلجيكا كمان على النواحي الهجومية، يعني احنا بنتكلم على النواحي الدفاعية 3-2 خطأ باللعب 5-2 في نص بالزبط. الملعب بالظبط، لسه الاثنين موجودين في نص الملعب مع خماسي، انت بتتكلم على خماسي مونييبي ناحيه اليمين وتوجان هازارد ناحيه الشمال، والثلاثي كان طبعا بنتكلم على طبعا دي بروين ولوكاكو. فبرضه الجزئيه دي كان فيها اخفاق شويه بالنسبه للمنتخب البلجيكي، لان لو شفنا ان الاثنين الاجناب طايرين بشكل كبير جدا فتقدر تحسبهم على الخط الهجومي، لكن لو في الطبيعي حتى يبقوا نازلين تحت شويه في الجزئيه ديت على اساس يبقى في سبورت حتى وانت بتبني الهجمه. التقدم الكتير ليهم يا كابتن، حتى زي ما احنا شفنا في الارقام، احنا شفنا ان ليهم فرصه 2 بوينت تقريبا 1.8 هدف، يعني تقريبا واصلين لهدفين. ليه؟ هو كان دايما بيلعب بالخمسه دول في حاله اي قطع للكره، وده الجديد السنه دي زي ما قلنا في ايطاليا كانت البناء الهجمه بسرعه قويه جدا، كانت الكره هنا منتخب ايطاليا بتميز. بالظبط، دي نقطه عايز اتكلم معاك هناقشك فيها شويه، ان كان في عدد كبير جدا من المنتخب البلجيكي وصل لتسعة لاعبين ضد 6 للمنتخب الايطالي في حاله الهجوم. هو كان فكده مانشيني قاري كويس، او هو كان طبعا المنتخب البلجيكي بيعتمد على الكاونتر اتاك عن طريق لوكاكو عن دي براين في الحاله الهجوميه، لكن تخيل هنا 9-6، فانت خلاص انت لو تحسبها المنتخب الايطالي ناقص له 4 لعيبه تحسبا للكاونتر اتاك، فدوت كمان علشان يطلع على لوكاكو وفي 9 لعيبه من ورا كان المسافه هتبقى بعيد جدا، وبالتالي كانت هتبقى صعبه على لوكاكو. برافو عليك. طبعا انت شوف عد كده يا كابتن كام لاعب لبلجيكا هنا في الهجمه، انت بتتكلم على 9 لاعبين بيدافعوا، 9 لاعبين والحارس المرمى، وده اللي بيشغل لوكاكو بس قدام، بيشغل لوكاكو قدام صحيح، مع مدافعين اثنين مدافعين زي بونوتشي وجورجيو كوليني، صعب جدا صعب جدا، حافظينه كمان زي ما قلنا حافظينه تماما في انتر ميلان، فما كانش قادر يعمل معاهم اي حاجه. وفي حين ان دول الست لعيبه دول بتوع ايطاليا زي ما حضرتك بتقول انتشارهم كمان كويس، انتشارهم قوي، وكان السته يعني هي دي النقطه التكتيكيه اللي تفوق فيها مانشيني، السته دول تفوقوا على التسعه اللي قدام صحيح، وقدروا يوصلوا مرتين ويسجلوا ويحققوا كمان، خلقوا فرص. يعني انت بتتكلم 6-9 وتخلق فرص، لان كمان انتشار المنتخب البلجيكي على مستوى الدفاع ما كانش على المستوى المطلوب. كان في سوء في الضغط يا كابتن، كره انسيني اللي جه منها الهدف اتكررت قبليها على طول، اتسددت برده وعليت فوق المرمى شويه صحيح، وما خدوش حذرهم منها، واتعادل تاني، عملها تاني جيري تاني واخترق من نص الملعب وسدد نفس التسديده تاني في قلب عدد المدافعين ده. طيب ده كان على مستوى المنتخب الايطالي في النواحي الهجوميه. تعال بقى في النواحي الدفاعيه بنشوف التمركز الرائع للمنتخب الايطالي بطريقه 4-4-2، احنا عارفين بيلعب 4-3-3، لكن في الحاله الدفاعيه على طول بيرتد ل 4-4-2 بيتحول زي ما احنا شايفين. والمهم كمان ايهاب المسافات ما بين اللعيبه والمسافات ما بين الخطوط مثاليه، انت بتتكلم ما بين السيرد باك وراس الحربه بتتكلم في حوالي 20-21 متر المسافه ما بين اللاعبين، وبالتالي ما فيش مسافات للاختراق. انت عارفين لوكاكو لعيب سريع وقوي بالظبط، فبرضه تحليلك ايه للموقف ده؟ ده يا كابتن بص هنا، بص التقارب بين اللاعبين اللي عمله مانشيني تقارب قوي جدا، رقابه لصيقه. يعني لو قلنا ان دلوقتي لو حسبنا الملعب قسمناه زي ما بنقول 3-3 في الحاله الدفاعيه لمنتخب ايطاليا، كان كل فرقه ايطاليا ال11 لاعب في الثلث الدفاعي ليهم صحيح، بدءا من الخط ده هتلاقي كل اللعيبه صحيح، اقصى جاب بين كل لعيب وخط والتاني كان بيتكلم في 7 متر 7-8 متر بين كل لعيب، اللي هو بالزبط. في الكره تقدر تعوضه، تقدر لعيب هيخش هيغطي لعيب تاني صحيح. ولذلك انياب المنتخب البلجيكي الهجوميه القويه جدا وكوكبه النجوم اللي في صفوفه ما يقدروش يعملوا حاجه صحيح. وانت كنت لسه بتكلمني يا ايهاب على الهدف الرائع اللي طبعا انسيني
هنشوف طبعا الهدف معانا ان انسيني زي ما انت قلت هو كمان واخد الكره من وسط الملعب مش فيها. النقطه اللي وقف فيها هنا انا عندي تعليقين. الجزء الاولاني ان مفيش ضغط حصل من مدافع المنتخب البلجيكي عشان يقفل زاويه الجون، فادوله مساحه، يعني ادوله مساحه يقدر يحط الكره بشكل اكتر من رائع. وفي نفس الوقت ان طبعا لعيب كرة انسيني لو شفناها من نص الملعب هو اولا جه من الناحيه دي واخترق لغايه نص الملعب، صحيح ماشي، مفيش اي لعيب قبله عمل ضغط عليه بالظبط، مفيش اي لعيب قبله لغايه المنطقه دي. بالعكس احنا شفنا حاجه غريبه ان لعيبه بلجيكا بتوسع، ماشي بقى الفكره برضو المساحات. انك عندك في وقت معين خاصه احنا دايما بنتكلم المدافعين خلاص الراجل قرب على خط ال 18 كان لازم يكون في ضغط كبير جدا إن على انا شايف ان الهدف ده كابتن يتحمله اكتر من خط الدفاع الاثنين اللي في نص الملعب، ما هو عدى خلاص يعني هو انا يعني اكتر كمان الاثنين دول يتحملوا انه وصل للمنطقه دي. هي دي اللي بتكلم عليها هو وصل للنقطه دي لازم أيوة. يكون في ضغط، لازم كانوا يطلعوا بقى المدافعين يطلعوا لازم يكون في ضغط من المدافعين. انت ازاي وصلت للمنطقه دي؟ صحيح صحيح واتكررت قبلها وما خدش مارتينيز روبرتو مارتينيز باله منها ورجعت اتكررت تاني وسجل منها انسيني. طيب نروح بهدف كمان من الاهداف الحلوه كان هدف هاري كين امام المنتخب الاوكراني. وعايزين برضو نقف عند نقطة معينة ده كان رحيم ستيرلينج، رحيم ستيرلينج واقف على كورته بشكل أكتر من رائع مستني كمان الشو أنه بيعدي الجزء في النواحي أو في المساحة الفاضية وإن تايم بالظبط عمل له الكورة. الجزء الثاني كمان تمركز هاري كين ما بين اتنين سردباكين ما راحش يسلم نفسه من بدري، وقف قدام السردباك وما خدش بعيد. كمان الجزء المهم زي ما انت شايف يعني هو طبعا السردباكين واقفين غلط، هو هنا هاري كاين هنا منهم الكره اترفعت مفيش برضو اي. الماتش كله لو شفنا كان في سوء تمركز واضح جدا من معظم السردباكين السردباكين ومعظم خط الدفاع بتاع منتخب اوكرانيا. حتى الكور الثابته اللي اتكلم فيها شيفتشينكو بعد المباراه وقال انا مستغرب ان الكورتين الثابتين وقعنا في اخطاء فاتحه، يعني الكره بتاعت جوردن هندرسون اللي احرز هدفه الدولي الاول ما فيش رقابه خالص. طيب. الراجل جاي بيجري هنا من المنطقه دي ووصل لغايه هنا والكورنر اتلعب احرز لكن هدف. كمان خلينا نتكلم على مستوى رحيم ستيرلينج بيأدي اداء اكتر من رائع. طبعا هاري كين بيثبت كل يوم انه لعيب هداف بالفطره ومن المهاجمين متميز يا كابتن على مستوى العالم حتى كله. حتى الكره بيسددها شفناها بين رجلين الجول. صحيح. الهدف بيسجله لعيب كبير. إيهاب بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا ودايما متعلق دايما. شكرا كابتن هاني وسعيد بالقائمة معاك. شكرا طبعا زي ما متعودين بنتكلم على اليورو 2020 لكن ما بننساش تاريخ اليورو معانا مع حضراتكم. طبعا كاس الامم الاوروبيه 72 نشوفه مع حضراتكم وقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي ويوم جديد من ايام المحترف.